اليوم حقيقة نحن أمام فاجعة وأمام مشهد يعني يحتاج إلى وقفة، مشهد مؤلم، مشهد حقيقة يقف فيه الجميع أمام هول ما حدث. اليوم لا نريد أن نعيد ما جرى، ولكن ما جرى هو يعني حقيقة هي الكارثة. أطفال يعبرون الشارع بلا رقابة، بلا شروط للسلامة، إهمال حكومي كبير، وهذه تقع بمسؤولية الحكومتين المركزية والمحلية. اليوم المواطن لا يخضعون للرقابة، لا يخضعون للمتابعة، ليس لدينا نظم للحماية، وبالتالي المواطن وللأسف أصبح دون قيمته الحقيقية التي حباه الله فيها أو ما أعطيت له في بقية الدول حتى الفقيرة. اليوم في العراق الفرد المواطن ليس بتلك القيمة، وللأسف هناك إهمال، إهمال كبير جدا على مستوى البناء الإنساني. وبالتالي مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أصدر بيانا أوضح فيه أنه يطالب مجلس المحافظة الحكومة المنتخبة بعقد جلسة طارئة لمتابعة ومراجعة ما جرى والحوادث التي جرت سابقا وما هي الخطوات القادمة. البصرة ثرية، البصرة فاحشة الثراء، فيها أموال طائلة. لا نريد أن نسمع تصريحات من هنا وهناك إننا أصبحنا على طريق دبي أو من يقول على طريق الشارقة أو من يقول على طريق عمان. لا لا، نريد أن نكون بمستوى احترام لمواطنينا. أتمنى أن يستمع الأخوة في مجلس المحافظة إلى طلبنا. أرسلنا وفد اليوم إلى مجلس المحافظة لكي يؤكد طلب المكتب بضرورة عقد جلسة طارئة لمعالجة ما سيأتي. لدينا طرق اليوم هي مقاصل للمشاة، لدينا طرق هي طرق موت. الفاو، طريق الفاوت، الفاو يقتل يوميا، عفوا، شهريا بما لا يقل عن شخص أو شخصين. الحوادث مستمرة. هناك لدينا طريق يمكن أقل ما يوصف بأنه أخطر من الخطير على المتجه إلى الزبير، وهو العبور الذي يتم من الأمن الداخلي والمكتب خاص.